طيب خلونا نيجي نتعرف مع حضراتكم على أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات وسير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال وتوافر السلع وضبط الأسعار. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوم حتى يوم الخميس الموافق 22/8/2024، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الحد الموافق 11/8/2024. النهاردة هتعرض مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز لمدة 3 أيام متتالية، بداية من يوم 8 حتى يوم 10 أغسطس، وبينتظر كل محب النجم كريم عبد العزيز عرض المسرحية ومشاهدتها على خشبة المسرح مرة أخرى بعد مسرحية حكيم عيون اللي قدمها في 2001، ولم يقدم أي مسرح بعدها حتى عاد بالسندباد. مسرحية السندباد بتعرض في مهرجان العالمين في دورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.